أول أمر السلام عليكم. كنبغي نشكر أشواق على أنها قامت بالتغطية ديال هذا المعرض. حنا كانت أول مشاركة لنا في معرض حكايات اللي كان من خلاله التعريف بمنتجات فيرونا اللي هي شركة بولونية اللي تفتحت في المغرب مدة أكثر من 5 سنوات. فجينا باش نعرفوا الشعب المغربي وخصوصا المرأة المغربية على منتجات أوروبية. لا حنا أول أمر شركة فيرونا هي شركة عالمية، ياك حنا شاركنا في مهرجانات دولية عالمية كالإيطالي كالألمان فرنسا كذلك، وحاليا في المغرب قررنا أننا نشاركوا كذلك في معارض داخل أرض الوطن. هذا الشيء كنديروه باش كنقربوا النساء من المنتوجات ديالنا، حيت حنا شركة فيرونا معروفين بالبيع المباشر وعندنا أزيد من 20,000 مرأة اللي معانا في الشركة اللي موجودة في مجموعة ديال المدن في المغرب. فملي كنشاركوا في المعارض بحال اللي كنقربوا كنزيدوا نقربوا للناس من المنتوجات ديالنا. الحمد لله صراحة لحد الآن كان إقبال جيد على المعرض، كان حضور فني، كان حضور ديال الفنانة، وكانوا تبارك الله الناس ديال الدار البيضاء معروفين بأنهم الناس اللي ذواقة وعشاقين للمعارض والمهرجانات أون جينيرال. حنا المنتوجات ديالنا هي منتوجات مواد تجميل كوسميتيك، وكذلك العناية بالبشرة، وكذلك بالنسبة للنساء اللي كيعانيو من المشاكل، وكاينين حتى منتوجات اللي كتخص الرجال حتى هما عندهم بعض المشاكل في البشرة ولا مشاكل في الشعر. فالمنتوجات ديالنا هي منتوجات شاملة، يعني عندنا أي حاجة كيبغيها الإنسان. المنتوجات اللي كاينين في المعرض بشكل عام؟ نعم بشكل عام كاينين مجموعة ديال المنتوجات، كاينين الناس اللي مختصين في كل ما هو قفطان، كاينين الناس اللي مختصين في كل ما هو أحذية، كاينين الناس اللي مختصين في المجوهرات، كاينين الناس اللي مختصين كذلك في لي بارفان، كاينين الناس اللي عندهم الاختصاص في المواد الارغان بيو، فكاينين الاواني، كاين كل شيء. هذا المعرض تبارك الله ما شاء الله عليه جمع مجموعه من التجار اللي عندنا في المغرب اللي هما مزيانين. غير يومين؟ لا المعرض كان لمده 3 ايام من الجمعه للاحد. هذا اليوم الاخير ان شاء الله. مرحبا بك. كلمه اخيره كنبغي نشكر المنظمين، وكنبغي نشكر كذلك الصحافه والفنانه اللي حضروا هذا المعرض، وكنبغي نغتنم بالفرصه في هذا المعرض ديالكم، وندير نداء لاي امراه هي في امس حاجه للشغل، اي امراه تعاني وما لقات شي خدمه، كنقول لها يمكن لها تواصل مع شركه فيرونا او اداره فيرونا. مرحبا بها معنا، راه عندها خدمه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.